أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لدي أعمام وعمات من الرضاعة، فهل أقول لهم يا عم ويا عمة، وهل تجب صلتهم؟ أما أنك تقول له يا عم ويا عمة لا بأس، لأنه عمك من الرضاع أو عمتك من الرضاع. أما الصلة فلا تجب، لأنهم ليسوا ذوي أرحام، أليس لهم صلة لصلة الأرحام؟ وإنما إذا أردت أن تحسن إليهم فلا بأس تحسن إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي أرضعته قام لها وأجلسها على فراشه تكريما لها، ولما جاءت أخته من الرضاع أيضا قام لها وأكرمها، هذا من حسن الخلق وحسن المعاملة. أما الصلة إنما تجب لذوي الأرحام.